شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. بالفعل العالم كله يواجه مجموعة شديدة الخطورة من التحديات. هناك تحديات بالتأكيد مرتبطة بالأمن والسلم، ممثلة في العديد من الحروب والكوارث التي تواجهنا. هناك أيضا مجموعة من التحديات المرتبطة ببنية النظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وعدم توفير التمويل اللازم للتنمية. بالتأكيد الدبلوماسية لها دور مهم جدا للعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص، أو على الأقل الحد من تأثير والتداعيات السلبية لمثل هذه التحديات. أولا طبعا الدبلوماسية بتكون أداة فعالة للعمل الجماعي. كل هذه الأزمات التي تحدثنا عنها، سواء التي تموج بها منطقتنا هنا في الشرق الأوسط أو في القارة الإفريقية أو في العالم بأسره، كلها بالتأكيد لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها، ولا بد من أن يكون هناك تشارك من جانب المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. وبالتالي العمل الدبلوماسي بطبيعة الحال هو عمل فعال للعمل على حشد الجهود الدولية للتشارك الدولي والتضامن الدولي لمواجهة هذه التحديات. وكان لنا يعني نموذج في قمة المستقبل الأخيرة والدور اللي ممكن تلعبه الأداة الدبلوماسية في مواجهة هذه التحديات. هناك أيضا التحديات الخاصة ببنية النظام الدولي، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل للتنمية بشكل ميسر، وأيضا النفاذ إلى التمويل، وأيضا إطفاء الطابع الديمقراطي على مؤسسات التمويل الدولية كالصندوق والبنك الدوليين. والدبلوماسية لها دور فعال في العمل على تصحيح هذا الخلل بطبيعة الحال. هناك أيضا دبلوماسية الأزمات والكوارث التي تتدخل لتخفيف الأعباء عن المدنيين الذين يواجهون موجات من النزوح. عندنا نموذج طبعا في مصر هنا من خلال استضافتها لأكثر من 9 مليون لاجئ، معظمهم هربوا من أوطانهم نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة. هناك أيضا الدبلوماسية الخاصة بالتنمية، والتي تعمل على التشارك مع المجتمع الدولي في أفضل الممارسات وفي أيضا بناء القدرات. ولدينا هنا في مصر نموذج يحتذى به بطبيعة الحال من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومن خلال كل برامج التمويل التي تقدمها مصر إلى أشقائها في الدول العربية وفي القارة الإفريقية. هناك أيضا الدبلوماسية الرقمية، والتي تعمل على الاستفادة من كل الأطر الجديدة، التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، في التشارك مع كل أشقائنا في الدول العربية والدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة. الخلاصة أن الدبلوماسية لها دور هام بالفعل للتخفيف من وطأة التحديات التي تواجهها المجتمع العالمي، وأيضا لتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الصمود وتعزيز كفاءة المؤسسات. ولنا في مصر نموذج يحتذى به بعد طبعا كوفيد وأزمة الكوفيد والأزمة الأوكرانية، وصولا بأزمة غزة والأوضاع المتردية في منطقة البحر الأحمر. لولا كفاءة المؤسسات المصرية، ولولا أيضا الصمود الاقتصاد المصري وقوة وصلابة بنيته الداخلية، كل هذا أدى إلى التعامل مع هذه التحديات وامتصاصها وتحويلها إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.